السلام عليكم أعزائي الطلبة، نبدأ مع الجزء الثالث من المحاضرة الأولى للماس ترانسفير أوبريشن. راح نتعرف عليها عن بداية الموضوع، ميكانيكيات عمليات الانتشار في لطور نوع الغازز جازز. راح نبدي بالإكويمولار كاونتر ديفيوجن، بس بالبداية راح نعرف ما هي أنواع الميكانيكيات اللي تحدث في الانتشار. راح نبدأ بموضوع الديفيوجن ان جازز. فالمحاضرات القادمة راح نركز على الميكانيكيات اللي تحدث في عمليات الانتشار للطور الغازي فقط، للطور الغازي فقط. أهم عملية ميكانيكيات الانتشار اللي تحدث، عندنا أربع أنواع من الميكانيكيات. النوع الأول اللي يدعى بالإكويمولار كاونتر ديفيوجن، يرمز إلى بالEMD. النوع الثاني اللي هي ديفيوجن أوف سبيشيز A through stagnant diffusing B. النوع الثالث اللي هو ديفيوجن أوف غاز A and B plus convection. النوع الرابع اللي هو ديفيوجن through a varying path length or cross-sectional area. هاي أربع أنواع راح ندرسها كميكانيكيات لحدوث عمليات الانتشار في الطور الغازي. راح نتكلم عن كل واحدة بالتفصيل ونعرف ما هي أو شنو الميكانيكية اللي راح تحدث وما هي المعادلات المستخدمة لحساب الفلكس. احنا بهاي الميكانيكيات الأربعة هو الغرض منها حساب الفلكس، اللي أقصد به معدل تدفق الغاز للمادة، أي مادة اللي يصير بها الانتشار خلال وحدة مساحة في وحدة زمن. إذن هو الأساس للحساب أي ميكانيكية منها هي إيجاد الفلكس. فرح نبدي بأول ميكانيكية اللي تدعى بالإكيومولار كاونتر ديفيوجن، اللي مختصرة اللي هي الEMD. شخصت بالإكيومولار كاونتر ديفيوجن، هنا رح ناخذ كمثال كسيستم اللي راح يصير بعملية انتشار. متكون هذا الخليط متكون من مادتين، المادة A والمادة B. هاي المادتين من يصير عملية الانتشار، المادة A تنتشر بالمادة B والمادة B تنتشر بالمادة A، يعني المادتين تنتشر واحدة مع بعضها. كمية الانتشار، عدد المولات اللي دا تنتشر تكون متساوي، عدد المولات تكون متساوي، المساحة الانتشار تكون متساوية، ولكن اتجاه الانتشار واحد عكس الاخ، يعني الاي دا يروح للبي والبي دا يروح للاي، يعني واحد عكس الاخ. كفلكس، كعدد المولات، كمساحة، كمسافة، هي ثابتة، هي متساوية بين المادتين، بين المادة A والمادة B. شنو الاختلاف بيناتهم؟ هو فقط عكس الاتجاه، الA دا يروح للB والB دا يروح للA. فوبالتالي شي يصير عندنا هنا طلاب، نلاحظ بأنه الماينس A هو نفس قيمة الNA، هو نفس قيمة الMB، ولكن بعكس الاتجاه، معناتها راح نخلي ماينس للفلكس لأحدهما. هذا دليل على شنو؟ دليل كعكس الاتجاه. اوكي، احنا الNA نبدي هسه راح ناخذ ندرس للمادة A، راح ندرس للمادة A. احنا نعرف الفلكس للمادة A مثل ما اخذناه بالجزء الثاني من المحاضرة الاولى، بانه الNA هو عبارة عن PA على Total Pressure مضروف في الNA زائد الNB minus DAP over R في T ثوابت DPA over DZ. هذا الفلكس مع المادة A وين دي ينتشر؟ بالمادة B. هسه ناخذ واحد واحد ونش نعرف ايش راح يصير. هنا هذا الفلكس للمادة A دي ينتشر للمادة B. اوكي، هاي عرفناها. ايش راح نسوي؟ راح نوضع بما يساوي للMB. احنا نريد نتعرف على الفلكس مع المادة A، فنريد نتخلص من الMB.
نوضع بما يساوي ضمن هذا القانون. يعني اجي اعوضه هنا، ايش راح من اعوض ال ان بي؟ ايش راح يصير عندنا؟ حيصير عندنا سالب ان اي. من اعوض ال ان بي هنا بما يساوي ضمن هذا القانون، مثل ما قلنا ال ان اي يساوي لنا سالب ان بي، من اشيل ال ان بي راح نعوض عنه ب ان اي. من اعوض عنه ال ان ال ان بي بال ان اي، ايش راح يتحول هذا الحد؟ راح يتحول NA سالب NA، لأنه هذا هو من هو الـ MB، فعوضنا عنه بالماينس NA. فهذا الجزء كله، هذا الجزء كله راح يكون قيمته شنو؟ صفر. من صفر هاي يكون قيمته، ايش بقى لي؟ ايش راح يبقى لي من قانون الفلاكس؟ حيبقى لي فقط هذا الجزء، حيبقى لي فقط هذا الجزء، لان هذا الجزء كله راح يصفر. فصار القانون بهذا الصيغه، فصار هذا القانون ال ان اي يساوي لنا ماينس دي اي بي على ار تي مضروب دي بي اي على دي زد. اوكي، مثل ما قلت لكم سابقا، هذا الحد اللي هو البارشال لازم اكامله. فش راح اسوي؟ حسوي variable separation، انقل الدي زت للطرف الثاني، الطرف الايسر من المعادله، وبقي الدي بي اي بمكانه، واسوي integration، اسوي integration، فصارت المعادله اللي لاحظها هاي المعادله، اكامل اول حد اللي هو الدي زت اكامله من صفر الى زت، والدي بي اي اكامله من بي اي واحد الى بي اي اثنين. فصار عندي الاحظ بانه القانون الاكويمولار ديفيوجن ان اي يساوي دي اي بي على الار في تي مضروب في بي اي واحد ناقص بي اي اثنين على زت، على زت. الاحظ بانه هنا، بانه انا عندي القانون الموجود هنا اللي هو مثل ما قلنا عليه اللي هو محاوط بالاحمر، الاحظ بانه البي اي واحد ناقص بي اي اثنين، المفروض التكامل شو يكون؟ بي اي اثنين ناقص بي اي واحد، بس انا قلبتها، انا قلبتها واخفيت، راح يختفي عندنا من هو؟ راح يختفي السالب الموجود هنا. فصار ليش قلبتها؟ لانه عاده الضغط مال دائما البي اي واحد يكون اكبر من البي اي اثنين، هاي عرفوها. تريدون تبقوها بي اي اثنين ناقص بي اي واحد، بس المفروض يبقى السالب بدايه القانون. اوكي، فهذا هو السالب اختفى بسبب احنا قلبنا حدود التكامل مالتنا. هذا هو القانون اللي هو لحساب الفلكس للماده اي فقط، للماده اي فقط. تقدرون تستخدمون نفس اللي استخدمناه بهذا القانون، بس اقلب كل اي موجود هنا احوله الى بي وابدي اشتغل نفس الشغل، وراح اوجد قيمه الان بي، راح اوجد قيمه الان بي. اوكي، هذا الجزء الاول. نجي على الجزء الثاني. طبعا قبل ما هذا نجي على الجزء الثاني، نعرف لكم على اللي موجود بالقانون. الان اي مثل ما قلنا هو الفلكس للماده اي، اللي هو معدل تدفق الماده اي خلال وحده مسافه ووحده زمن، وحده مساحه على وحده زمن، في وحده زمن. الدي اي بي هو ثابت الانتشار، دي اي بي. الار بالاسفل، الار اللي هو ثابت، والتي هي درجة الحرارة أيضا ثابتة. البي اي واحد ناقصا بي اي اثنين، البي اي واحد طلاب هو ثابت، دائما ثابت يعطينا قيمتها. البي اي اثنين هي تختلف بدلالة شنو اختلاف البي اي اثنين؟ تختلف بدلالة اختلاف المسافة. البي اي اثنين تختلف باختلاف المسافة. فإذا اختلفت كل مسافة معينة، البارشل بريشر للمادة اي تختلف. اوكي، نجي نكمل. الدي اي بي، الدي اي بي طلاب هي نفسها الدي بي اي، الدي اي بي هي نفسها الدي اي بي. شلون اقدر ابرهن بانه الدي اي بي هي نفسها الدي بي اي؟ شلون ابرهنها؟ راح اخذ الفلكس، ابرهنها من هنا، اخذ الفلكس للماده اي
مثل ما قلنا هي سالب الفلكس للمادة B. أساوي قانون الفلكس الفيكس لو أساويهم بيناتهم الـ NA هو سالب DAP DCA over DZ، أما الـ MB هو سالب DPA مضروب في DCP over DZ. سالب ويا سالب يستحول إلى موجب. شلون أساوي DAP ويا DPA؟ هو مساويات مثل شلون أساوي والزت هي نفسها، الاختلاف هو حيكون بالتراكيز الـ CA ويا الـ CB. راح أشيل هاي التراكيز وأعبر عنها بصيغة ثانية. التراكيز الموجودة هنا CA و CB شلون أربطها مع سوية؟ شلون أقدر أربطها؟ أربطها بأنه شو أقول بأنه Total Concentration شو يساوينا CA زائدا CB. زين أنا أريد مشتقة لأن أنا عندي بالقانون DCA وعندي بالقانون DCP، فأشتقل Total Concentration. من أشتقل Total Concentration DC Total شو يساوينا DCA زائدا DCB، فصار عندي هذا القانون. هذا القانون دي كتوتال كونستريشن كتركيز كلي هو ثابت، فمن اشتق الثابت هو قيمته شنو؟ صفر. فالدي سي توتال هو قيمته صفر، بس السي اي من اشتقه هو السي اي تراكيز الاي مو ثابته ولا تراكيز البي ثابته، لانه ان الاي تراكيزها تختلف من وقت الى اخر لسبب عمليه الانتشار، وايضا تركيز البي دي يختلف من وقت الى اخر ايضا لسبب عمليه انتشار، فمن اشتقهم هي ما راح تصفر، فقط يصفر كتركيز كلي للخليط، لانه يبقى هو مهما يكون يتغير الاي هو اللي يتغير البي بنفس القيمه، فكمجموع كلي كتوتال كونستريشن هو يبقى ثابت. من اشتقه الثابت total concentration اشتقى صفر، فش بقى لي بالقانون DCA زائد DCP يساوي لنا صفر. من اودي واحد من الconcentration كمشتقة للطرف الاخر حيكون minus DCA يساوي لنا DCP، فارجع اقول اعوض عن minus DCA ويا DCP اعوضها بالقانون السابق الفوق، راح احصل راح يحذف واحد من الconcentration يكون بدلالة الكونستريشن الثاني، يعني مثلا الدي سي اي من اشيله اخلي عنه ماينس دي بي دي سي بي، فالماينس والماينس هنا راح يروح فيختلف الدي سي، حيكون دي سي بي على دي زد والطرف الثاني اكو دي سي بي على دي زد، هذا دي سي بي على دي زد يحذف من الطرفين، راح يبقى لي فقط اللي هو دي اي بي يساوينا دي بي اي ويساوينا دي، يعني انا اقدر من يعطيني DAP أو يعطيني DPA هو نفسه. أوكي طلاب، هذا قدرت أبرهن بأنه ثابت في حالة المادة A هي اللي تنتشر هو نفسه، في حالة المادة B هي اللي تنتشر. الرسم الموجود هنا، الفكر الموجود هنا، شلون هذا أقدر أكونه؟ أقدر أكونه عن طريق بأنه مثل ما قلت لكم بالقانون مال فلاكس اللي هو الـ NA يساوينا DAP DAP مضروب في الـ PA1 ناقصة للـ PA2 على Z. هذا ويا من دي يختلف، قلت لكم من هو الثابت بالبارشل بريشر؟ الـ PA1 هو الثابت، الـ PA2 لا مختلف، فالـ PA2 مرتبط علاقته ويا من؟ ويا Z. فكل ما أقدر أعوض عن الزد بقيمة معينة الفلكس هو ثابت الـ NA، أقدر أوجد قيمة الـ PA بأي مسافة، حيكون PA 2 أو PA 1 فهيجي، فمعناتها أقدر أني أرسم علاقة بين الزد وبين الـ Partial Pressure. لاحظ بأنه الضغط مال المادة A ديقل كل ما نبتعد كمسافة، أما الضغط مع المادة B يزداد كل ما نبتعد عن المسافة، لأنه الـ A هي دا تنتشر، هذا في حالة إذا اعتبرنا بأنه الفلكس المادة A بأنه دا تنتشر دا يقل concentration، وبالتالي concentration تتناسب تناسب طردي ويا من ويا الضغط، وبالتالي وعكسي ويا المسافة، وبالتالي بأنه أما هاي المادة A هذا اما الماده بي هذا التفسير بالعكس ينقلب.
فنلاحظ بانه كل ما ابتعدنا الضغط للمادة A يبدي يقل، اما الضغط للمادة B يبدي يزداد. هذا قلنا اللي هو موضوعنا الاساسي اللي هو equimolar concentration، يعني مول واحد من المادة A دا ينتشر مع مول واحد من المادة B دا ينتشر، يعني واحد دا ينتشر بنفس الكميات من المولات. في حالة اذا ما انتشرت مولات متساوية من المادة B او المادة A، هاي لها تفسير ثاني كما موضح باخر النصف الاسفل من السلايد. هذا هو مو موضوعنا، بس اريد ابل يعني تشوفون شنو الاختلاف اللي راح يصير، بس هو الموضوع الاساسي مالتنا هو فقط الاكويمولار كاونتر ديفيوجن. بهذا الجزء طلاب من المحاضرة ننهي الجزء الثالث من المحاضرة الأولى. راجي من الله أن يكون قد استفدتم من المعلومات وتوضحت بصورة أفضل. شكرا جزيلا للجميع.